السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي في 9 مدرسة. جات لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو أول شيء أو قبل كل شيء بدي أشكر كل الأشخاص اللي عم يجوا على الفيديوهات تبعي، عم يشوفوا الفيديوهات تبعاتي مع إني صار لي فترة ما عم نزل، وعم يكتبوا لي بالكومنتات على الفيديوهات إنه رجع واشتقنا لك. كتير كتير عن جد عن جد إنه هي كانت من أحد أكثر الأسباب اللي خلتني أرجع بدي أصور فيديو، لأنه عم أقول إنه في ناس عن جد بتستمتع بفيديوهاتي وبتنبسط عليهم. مشان هيك انا ححاول اني ما اقطع بس مشان هدول الاشخاص، وطبعا مشان الاشخاص اللي عم يدعموني من البدايه. اليوم الفيديو بدنا نحكي فيه عن شغلات، يعني بتعرفوا انا لما اجي بيكون في شيء مرتب. اول شيء حنحكي عن الابديت على السريع سريع، حنشوف شو في جيمات اللي حناخذها على السريع سريع وحنفوت نسحب على السريع سريع. الابديت فيه بانر جديده ستيب اب، حيكون فيها ماترونا ديان، حيكون فيها تشاندلر. من الاخر انا ساحب على هدول لانه كلاب، وحيكون فيها آرثر. هدول الثلاث شخصيات اللي انت بدك تسعى عليهم اذا كنت جديد او قديم او وات ايفر. اذا ما عندك اياهم 6-6 هدول الثلاث شخصيات اللي بدك اياهم. اذا طلع لك زرات راس زياده هون ولا هون ما في مشكله. دروينج يوزنج دايموندز تيكت بلا بلا بلا، حيعطونا مالتي فري المفروض، ما بعرف وين حتكون هي موجوده، بالانبوكس يمكن. ماترونا الجديده، خلينا ناخذ نظره على الشغلات اللي بتعملها. ماترونا اول شيء عندها كارت تونت نفس ديان الخضراء بالضبط، بيزود الديفنس ريليتد ستاتس لمده 3 لفات وكتير مزعج للي ضدك. وتاني شيء عندك كارت كانسل باف اند ستانسز اون وان انمي وان انمي، وبتعمل 400 دمج. طبعا ديان الحمراء حمراء، قصدي ماترونا الحمراء حمراء، انا كنت اقول ماترونا حمراء بس خلاص طلعت معي. الالتيميت تبعها هي التريك تبع الشخصيه كلها اللي بتقول لك انكريس الايز ريجنريشن ريت باي 2% فور افري 1% اوف ذا هيروز ديمينيشد اتش بي. يعني كل ما بنقص اتش بيك 1% بزيد الريجن ريت تبعك 2%. هذا الشيء كتير راح يفيد ضد الطائر الوروار اللي هو العصفور هذاك، وممكن يفيدنا بشغلات بالمستقبل. انا مستغرب انه بس هذا هو الابديت بانر. اوكي ما في مشكلة، الشيء اللي احلى من ابديت هو هذا الشيء اللي هو حيعطونا، انا ما بيهمني هذا كله، راح يعطونا 300 جيم. يا عفو الله غلطانين غلطة مدري شو هي، مخبصين الدنيا فيها، جايبين العيد اعطونا 300 جيم. فاول شيء بعمله انا بفوت على اللعبة بنشوف. طبعا خليني اتاكد اني عم سجل، لانه نفسي عم بيجي عم سجل ولا لا. على فكرة اول شيء انا منزل اللعبة على البي سي، الفيرجن تبع البي سي كتير 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 احسن من بلو ستاكس. فعلا بلو ستاكس زبالة اخر فترة، من اكثر الاسباب اللي مخليني اكره الدنيا هو البلو ستاكس. على فكرة لمعلوماتكم انا سحبت على جوثر وصورت فيديو انا عم اسحب على جوثر، عم طلع مو مصور فيديو. هذا الشيء كتير كتير زعجني وخلاني اقول انه ها. و اذا حابين مالتي، اذا حابين تشوفوا جوثر بالبي في بي بالاليت والنورمال بي في بي، وصلوا هذا الفيديو ل 15 لايك. 15 بس مو طالب كتير. وعلى فكرة بالفيديو اللي صورته وراح كنت عم بحكي انه عم نعمل ريكروت على الجلد تبعنا، لانه الجلد مات لاني انا قطعت، قام الشباب كلهم قطعوا ما بعرف ليش. خلينا نروح نعمل ملتيات بلا حكي زيادة، شو رأيكم؟ اول شيء لا، اول شيء نعمل هاي الملتي. عملت على جوثر 300 جيم، اطلع لي على الجيم ال 150. كان نفسي والله بصراحة تشوف الفيديو، كان جدا جميل وجدا فيه جوثر. يلا خيره بغيره بإذن الله، الفيديو الجاي يعني هنعود. طبعا نصيحتي الشخصية ال 300 جيم تعملون تستخدمون هون، لأنه هي ماترونا هالوين، واللي نحن تعلمناه إنه الهالوين ما بيجو الا بالايفنتس. وانا اللي مستغربه انه ليش مو جايبين هالوين غيرها، ما رح نحكي كتير، خلينا نعمل سحب. انا متحمس، صار لي زمان مو مصور فيديو سحب، وهلا باذن الله حيطلع لنا تربل اس اس ار تعويض من نت ماربل. هاي المالتي فري طبيعي طبيعي طبيعي، بس الحلو والله كفو هالنت ماربل. يعني فعليا انت عم تعمل مالتيتين بجيم، وهي فيها جارانتيد اس اس ار، لانه انا عندي لوز فين مو لانه هي جارانتيد اس اس ار، بس فعليا عطينا تيكتات للمالتي الاولى والمالتي الثانيه بجيم. والله نت ماربل عم يشتغلوا شغل عجبه بغيابي، واعطونا 300 جيم كومبنسيشن. شو عم يصير يا جماعه؟ شو عم يصير؟
هلا خلينا نشوف. ما انا ما بتشوف الانيميشن، انا بشوف كم اس اس ار. صار لي زمان مو هيك مستقعد على الاس اس ارات. اذا بيطلع فيها 3 اس اس ار بدي تشاندلر، انا تشاندلر وزاراتراس وهذا اس اس ار زاراتراس. اوكي زاراتراس مو مشكله، لسه عندي يمكن 2 او 3 6. وعلى الملتي الخامسة اعتقد في جارانتيد اس اس ار. ثواني، هي جارانتيد اس اس ار. حلو، فتوى غلط 100%. اوكي اوكي تجاهلوا الموضوع، هات لنشوف. اوه لوزفين تراش تراش، هي جارانتيد اس اس ار. اعطونا اسكانور انيميشن، لانه كان بالفيديو هذاك في اسكانور انيميشن. يا الله شو هاد؟ اربعة اس اس ار. والله بدي سكرين شوت. دي مترونا ليك، والله مزبطينه. انتوا تطلعوا هون بالصورة، شوف رجليها شو معضلين. ما بعرف انا قلت لحالي ان شاء الله ما تكون باللعبة هيك، بس طلعوا مزبطين لرجليها باللعبة. يلا ممتاز ممتاز، انا حكمل روتيشن على كل الاحوال يعني. ف نايس نايس نايس. هلا بتوقع يبلشوا يموتوا المالتيات. انا 300 الفري اللي اعطونا اياهم بدي احرقهم. عارف يمكن اعمل لي مالتياي على جوثر، عبات شيشني بصراحه. شن هذا شن ما عندي 6 6 انا متاكد، فاذا بنساوي 6 6 بس مع انه ما بدي اياه، بدي تشاندلر او ارثر يعني، واحد بواحد يعني على الاقل. او احنا روتيشن كامل. لا بس منيح طلعت لنا ماترونا نضمنها 2-6. فانا انا مو زعلان. كان نفسي سيزار. اوكي هاتوا ماترونا، هاي ماترونا 2-6. السلام عليكم. ما اعتقد انه في داعي يكمل يعني انه تعملوا اكتر من هيك. اعتقد هدول يعني حتى اذا طلعتكم مترونة قبل ما تخلصوا الروتيشن وقفوا، لا تعملوا مثلي وتكملوا الروتيشن، لانه بصراحة مثل قلتوا انا هون وين هاي هون بدي وصل بقى للميتين. اعتقد اخذ، مو اعتقد حاخذ ايستن 100% لانه ما عندي 6-6. وهون المشكلة، هون هذا 5-6 هي 4-6 وهذا ما عندي، فاعتقد حاخذ هاد. طيب خلينا ناخذ نظرة على ماترونا. ما بتوقع يكون عندي القدرة اني مكسها بارضها، لانه عندي نقص بالشيطان الجديد، مو بلموث. اخ هدول خلاص عاد معي الا واحدة بلموث. انا تعرفوا اني انا كتير كتير عم مفرم باللعبة، ف ما عندي بلموث يمكن لعشرة، ما بيعملوا شيء هذول العشرة. هلا هاي بس عشان تكونوا بالصورة، هاي كتير 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 المفروض تكون مفيدة بالطائر الوروار كتير يعني، على حسب حكي العباد كمان انه انا بعد ما حطيتها صرت ما اموت، فاذا هلا متت بدي العنه. بس والله شغلة اني عملها سوبر اويكنينج 6 حاس انه كتير تو ماتش مستغليون. بس منيح انه طلع لنا زلاتراس او زلاتراش. وين ها؟ وين صارت؟ هيا هيا جنب مترونا التانية. خلينا نشوف. هلا السؤال هو نزل اللبس تبع جوثر بجمات؟ لان انا كنت مجمع جمات لاشتري له اللبس تبعه. بصراحه لبسه كتير، قصدي دمجه كتير سيء عندي. شو هاد؟ لانه عندي مترونه الثانيه شيء مرده. بس انا مترونه مو فاتح لهذا، فاتح لهي اللي عندي، مو فاتح للافينيتي تبعها. مين كان متوقع يعني انه انا استخدم مترونا هيك بيوم من الايام؟ دارت فينا الدنيا واضطرينا ان نستخدم مترونا ونطور لها لبسه ونطور لها الافينيتي تبعها.
هات البترول الثانية وينها؟ والله استخدمت كل شيء، شوف صفرت من كل شيء صفرت. اه هاي بتعطي gloves يعني مثل weapon. اوكي not bad not bad. كأنه لا كنت اقول اللبس القديم احلى، بس بصراحة اللبس الجديد احلى. شوف مساوين، عم يحاولوا يسووها كواي بس هي معضلة. ملابق للكواي. خلينا نشوف قصة الشعر هاي، مو كتير حلوة يعني بصراحة. دول لا هدول مو حلوين، هون كتير طالعة أبو عضل والله. هون not bad، خلينا ننفذها شوي. ما بتوقع قادر اعملها 90 ابدا، بس نعملها شوية ليميت بريك 80 ممكن. اكتر من 80 ما في والله يا صاحبي، موافق علي 80. هات نشوف. اخ وعلى فكرة في تيم لجوثر الاخضر، والله جوثر الجديد كتير سارد عليه، يعني عم استخدمه له، صاير عم بلعب بي في بي بجوثر الجديد. ممكن كسر روتين اكتر ما هو انه هو سفاح، بس انا بالنسبة الي عم بستمتع فيه لانه تيمات مارجريت كتير كتير منتشرة بالبي في بي، وجوثر بيك جدا. شوف ما عندي الا 16، جوثر بيك جدا ممتاز ضد مارغريت، يعني كاونتر ما بيفهم. في كان طالع لي شو كان اسمه هداك شين وينو ليكو 16 صار 3. لا مو مشكلة اذا 16 مو مشكلة، مع انه كان ودي ارثر او هداك، بس ما كل ما يتمناه المرء يدركه. هاي روكسي اللي بتحبوها كتير. نشوف شو الكوينز اللي عندي. انا ما بتخيل اني ممكن بيوم من الايام اكون مثل عباد هيك عندي مليار كوين. زلاتراس صار 4-6. يلا مو مطول لل 6-6 كمان، هيك بانرين تراش نفس هذا البانر بصير 6-6. والله شو بيعطوا سوبر اويكنينج 5 6000؟ لا كتير جايين عليكم صراحة. وبس هذا هو الفيديو تبعنا تبع اليوم، ما في كتير شغلات بالابديت على فكرة، يعني هدول شغلات موجودين من زمان، الاكستشينج شوب موجود من زمان. إذا مو مخلصين الاكستشين شوب خلصوه، لأنه في شغلات كتير أوه هاي بتعطي تبع بلموث كم واحدة؟ 5 بس؟ بدي مليون واحدة منها لهي. والله هي السبين ايفنت أنا ساحب عليها. وبس هيك كان هيك خلصنا الفيديو تبع اليوم. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وإذا حابين مثل ما قلت لكم تشوفوا فيديو بي في بي وصلوا الفيديو ل 15 لايك، وبإذن الله حصور لكم فيديو نورمال بي في بي بعدها إن شاء الله إليت بي في بي، وبإذن الله بنرجع رجعة مرتبة على اللعبة. وشكرا لنتمربي على 300 جيم، وشكرا على لكل الأشخاص اللي كانوا عم يكتبوا لي وأنا منقطع عن اللعبة. شكرا كثير كثير لكم على الدعم المعنوي تبعكم وعلى التشجيع وعلى اللويالتي. ونشوفكم على خير. Johnny!